السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يوم جديد من ملعب الأهلي. النهاردة عندنا موضوعين هنتكلم فيهم في البداية، وبعد كده في الجزء الثاني إن شاء الرحمن هيكون ضيوفنا كابتننا كابتن حمادة صدقي وكابتن أسامة حسني وكابتن أحمد بلال. هنتكلم بالتأكيد على الدوري وهنتكلم على سفر بعثة النادي الأهلي بكرة إن شاء الرحمن، كل التوفيق ليها إن شاء الرحمن في خوض المباراة الثانية، مباراة الإياب في نصف نهائي أفريقيا بإذن الله أو دوري أبطال أفريقيا إن شاء الرحمن، كل التوفيق للنادي الأهلي. هنتكلم كمان على مباراة الاتحاد مع بتروجيت اللي تعادل فيها الاتحاد مع بتروجيت 1-1، الأهداف كانت لرزاق سيسي و تعادل بيكلي لبتروجيت عشان يبقى هداف الدوري يعني من غير منافس، لان هو وصل للرقم 7. بيكلي مقدم موسم طيب جدا ورائع جدا رغم اهداف بتروجيت القليله، لكن بيكلي جايب لوحده من بتروجيت 7 اهداف. عشان مباراه وفاق الصيف قبل نهائي دوري ابطال افريقيا البطوله الاقوى والاعظم في القاره الافريقيه، والسفر بكره باذن الله تعالى ان شاء الرحمن هيبقى الصبح ان شاء الله، فعايزين نتواصل مع حضراتكم عبر صفحتنا بقى على الفيسبوك، صفحه قناه الاهلي وملعب الاهلي. قولوا لنا من خلال ذكرياتكم تاريخ كل المباريات والمواجهات اللي خاصه بقبل نهائي دوري ابطال افريقيا، ايه الجول اللي انت فاكره او الهدف اللي بتتذكره؟ الاهداف كتير ما شاء الله، لكن في قبل النهائي دايما بنتذكر المباريات النهائيه، المباريات الختاميه، المباريات اللي هي يعني بتبقى يعقبها بطوله او رفع كاس او تتويج بلقب، لكن السيمي فاينال جزء كبير جدا جدا من النجاح، وجزء كبير جدا من تكمله المشوار، وجزء كبير كمان من النقاط اللي بتوصلك لنادي القرن. فايه الجول اللي مأثر معاكم او معلم معاكم وانتم فاكرينه بشكل كبير جدا كان خاص بقبل نهائي دوري ابطال افريقيا؟ عشان الاحداث سريعه النهارده في ملعب الاهلي، ولازم تكونوا مركزين جدا وانتم بتسمعوا لي، لان النهارده هنقول كلام برضو خاص بحلقه امبارح او تكمله لحلقه امبارح، لكن عشان مشوار الاهلي وسفر الاهلي بكره هنبدا بتليفون مهم جدا مع كابتن سامي قمصان المدرب النادي الاهلي. مساء الفل يا كابتن سامي. كابتن عامل ايه؟ عامل ايه انت؟ انت وحشني والله. والله وانت كمان، ايه الاخبار؟ كله تمام. عارف بحب مين يا سامي؟ انت طبعا. الله يخليك، بالتوفيق ان شاء الرحمن، لقاء مهم جدا، كل الناس في مسانداكم في ظهركم، ان شاء الرحمن ترجعوا لنا باذن الله ببطاقه التاهل للنهائي ان شاء الرحمن يا كابتن سامي. باذن الله يا كابتن، ودي الحمد لله احساس كبير جدا منكم ان انتم دايما في ظهرنا، ودايما قناه النادي الاهلي وحضرتك متدعمين لينا بشكل كبير. ان شاء الله نكون على قد المسؤوليه، اللعيبه ان شاء الله الحمد لله مركزه، والجهاز عندنا تصميم ان شاء الله ان احنا نحقق الهدف اللي احنا بنسعى له، وجماهير النادي الاهلي بتسعى له. اتمنى ان شاء الله التوفيق في المباراه اللي جايه ان شاء الله، بعد كده ان شاء الله التاهل بقى للنهائي ان شاء الله فوز بالبطوله باذن الله. كلنا فرحنا قوي بعودة السولية في المباراة اللي فاتت الأخيرة للنادي الأهلي، ومشاركة كمان حسام عاشور ومشاركة أحمد فتحي، لكن قمنا النهاردة على خبر إن في إصابة لأحمد فتحي أو في كدمة لأحمد فتحي، طمنا كابتن سامي. الحمد لله يا كابتن، الامور كويسه الحمد لله. طبعا مهم جدا ان احنا نكون رايحين نلعب مباراه بكل قوتنا. الحمد لله اللعيبه كلها بعوده عمرو السوليه وحسام عاشور ومتخابر وكل اللعيبه الموجوده، والنهارده الحمد لله يمكن احمد تعرض لاصابه يعني كده في الركبه، لكن الحمد لله طمنا وان شاء الله يكون موجود معانا ان شاء الله بكره. بس هي اشتراك ولا لوحدها يعني؟ انت عارف كره مشتركه مع احمد علاء يعني. الحمد لله يعني احمد علاء ده هو لسه راجع اساسا. احمد علاء لسه راجع. طيب يعني احمد فتحي الحمد لله ما فيش حاجه خالص، ومسافر مع البعثه بكره ان شاء الله الرحمن. هو موجود معانا، موجود معانا ان شاء الله. اوكي، كمان صلاح محسن ما شاء الله كويس، شفناه في مباراه المصريه للاتصالات، ما فيش مشكله برضو عنده. الحمد لله كل اللعيبه الحمد لله، كل الناس جاهزه استثناء طبعا علي معلول وجونيور ومحمد نجيب. الحمد لله كل القايمه موجوده، وحتى النهارده داشن برضو شارك كويس. كويس حد كويس الحمد لله، فكل دي بتدي قوه، بتدي منافسه كويسه بين اللعيبه، عشان كل واحد طبعا بيحلم ان هو يشارك بطوله كبيره زي ديت ويشارك في نهائيات زي ديت. اتمنى ان شاء الله برضو تدي فرصه كويسه لينا كجهاز ومستر كارتيرون اللي هو برضو يقدر يختار، يبقى عنده اختيارات كثيره. لكن احنا عندنا كلنا ثقه في اللعيبه اللي كلها الموجوده، ويمكن ده كان امر واقع مش كلام. هو الراجل عنده ثقه في كل اللعيبه الموجوده، ادى كل الناس تشارك وكل الناس عندها فرص اللي هي تبقى موجوده، والقرار الاول والاخير بقى في ايد اللاعب اللي هو يبقى يثبت ان هو يكون موجود او يبقى مش موجود. صحيح، وسعد سمير كمان الحمد لله كويس. طيب تفاصيل الرحله بكره الساعه 10 تقريبا. ان شاء الله الرحمن. طيب الرحله الساعه 10 ان شاء الله. كابتن سمير هناك من يومين تقريبا. كابتن سمير دايما هو بيسبق حضرتك طبعا، عارف طبعا.
ومريت طبعا بالتجارب دي اكتر مننا. فهو كابتن سمير هو بيبقى قبلها دايما بيومين يحضر كل الامور، سواء الفندق، الملاعب اللي احنا هنتمرن عليها. يمكن احنا عندنا فرصه برضو اللي احنا هنتمرن تمرين على الملعب ترتان، لان نص اللائحه الافريقيه بيقول كده، لو نص ترتان الملعب بيقول كده بتتفرج ترتان بتتمرن على الملعب مرتين، يعني انت بكره وبعده هتتمرن على نفس الملعب. الملعب الرئيسي ان شاء الله. دي حاجه كويسه، دي حاجه كويسه. طيب يعني الاجواء هناك، يعني من خلال اتصالاتنا في مسانده طبعا الجاليه المصريه موجوده هناك كتير على فكره، مش قليله. انا متاكد طبعا جماهير وفاء الصيف هتبقى موجوده بشكل كبير، وعرضنا امبارح فيديو ليهم هنا بيحمسوهم، وده وضع طبيعي ما فيش مشكله. خبرات لعيبه النادي الاهلي تتعامل مع الموقف ان شاء الرحمن بشكل جيد يا كابتن سامي. طبعا طبعا طبعا، كل حق اي فرقه بتلعب اللي هي تاني جمهور، حق مشروع لكل الفرق اللي هي تبقى عندها طموح اللي هي تقدر عاوزه تكسب وعاوزه تتاهل. لكن الحمد لله انت عارف قدم لعيبه النادي الاهلي وثقافه لعيبه النادي الاهلي اللي بيقدروا يلعبوا تحت اي ضغوط ممكنه. يمكن دي حاجه مش جديده عليهم يعني، لكن ان شاء الله اتمنى ان شاء الله ان احنا نتاهل، ان احنا نمشي بالمباراه زي ما احنا عاوزينها، نحاول نطول مباراه، لان هم هيلعبوا تحت ضغوط طبيعي يعني، عاوزين نحقق هدفين. فان شاء الله ان شاء الله يكون احنا عندنا فرصه برضه اللي احنا نقتل المباراه بهدف. فكل دي سيناريوهات الراجل بيحطها واشتغلنا عليها، يمكن خدنا بكل الاسباب حتى النهارده اشتغلنا في حاجات تكتيك، هو الراجل ان شاء الله يقدر يساعدنا فيها يعني، يساعد اللعيبه فيها ان هي تحقق ان شاء الله الحاجات اللي هي مطلوبه من المباراه. اشتغلنا على كل النواحي سواء دفاعيه، فاحنا بناخد بالاسباب كلها وان شاء الله توفيق لينا باذن الله وحدثنا باذن الله. باذن الله. الملعب ترتان يعني ارضيه مختلفه شويه، يعني حابب تقول لي تعليقك مثلا ايه الحاجات اللي انتوا واخدينها على الملعب؟ ملعب واسع، ملعب ضيق، في احذيه مخصصه مثلا اللعيبه هتاخدها معاها، ولا الدنيا ماشيه ازاي في الاطار ده يا كابتن سامي؟ لا يا كابتن، يعني هو انت حضرتك عارف طبعا ان احنا دايما الملاعب اللي هي صناعتي بتبقى كرة، بيبقى فيها كرة سريعه سريعه صحيح. عندنا برضو انت يعني بتبقى محتاج برضو جهد بدني اقوى، لانك انت بتلعب مش يعني على ارض صلبه تعتبر، محتاج ان انت تلعب يعني اسرع، تمركز كويس، لان برضو الكره بتبقى اسرع من اللي هي سرعتها مش زي سرعه النجيل الطبيعي يعني. لكن اللعيبه اعتقد ان معظم اللعيبه برضو لعبت في السنه، وان شاء الله ان شاء الله يكون عندنا فرصه باذن الله ان شاء الله ان احنا نحقق الهدف اللي احنا بنسعى له باذن الله. اخر مواجهتهم في الدوري هناك كانت قدام فرقه اسمها اولمبي، تعادلوا 2-2، كانوا متاخرين بهدف وبعد كده تقدموا بهدفين لهدف واضاعوا ضربه جزاء، وبعد كده تعادلوا في الوقت الصعب جدا من اللقاء. لكن عندهم مشكله، الكورتين اللي دخلوا فيهم من فرقه اولمبي كانوا كرات ثابته، صح مظبوط يا كابتن سامي؟ فعلا احنا متابعناهم 3 مباريات اللي اقر احنا تابعناهم، هم كسبوا ماتش 2-0 وكسبوا ماتش 1-0 وتعادلوا في الماتش الاخير. بص يا كابتن، دلوقتي الامور كلها متاحه لكل الفرق اللي هي تشوف بعض ازاي، برضه هم شافونا اتفرجوا علينا في ماتشات الدوري، اتفرجوا علينا في ماتشات يعني، فده متاح يعني. ودي بتدي فرصه برضه ليك ان انت بتقدر تدي لعيبتك ان كل الحاجات اللي الفرقه اللي هي القسم اللي انت بتلعبها تدي لك فرصه ان انت تشوف المميزات بتاعتهم، العيوب بتاعتهم تقدر تشتغل عليهم يعني. فده امر متاح لكل الفرق يعني، هم دارسيننا كويس واحنا دارسينهم كويس، ويبقى طبعا حاله اللعيب في الملعب صحيح، هي دي بتقدر بقى ايه توفيق ربنا ان شاء الله الرحمن. عنصر مهم جدا. اتفضل يا كابتن. ودايما ربنا بيدي طبعا للي بيجتهد اكتر وبيتعب اكتر وبيكسب اكتر، واحنا الحمد لله بنسعى لكده يعني ان شاء الله الرحمن. عنصر مهم جدا في اللقاء هو عنصر التحكيم، انا بشهد للراجل ده اللي هو جوميز ده اللي هو الحكم، قصير كده يعني، قصير قد كده، لكن حكم مميز جدا، شخصيته بيفرضها على طول، هتلاقي سماته هادي يعني، مش الشخص العصبي ولا حاجه يعني، لكن مميز جدا جدا. اعتقد ان هو هيبقى فير جدا ويعني موفق ان شاء الله الرحمن، بس لانه عنصر من عناصر اللعبه، قد يكون مش في يومه، لكن في النهايه يعني اشهد له ان هو حكم كويس جدا يعني. لا هو عنصر مهم جدا يعني، ممكن لا قدر الله يكون سبب في مكسب فريق ما يستاهلش، ممكن احنا مررنا النادي الاهلي بالموقف ده دوت يعني، حضرتك عارف طبعا، وحضرتك عارف انت في الاحصائيات ما شاء الله اكتر من احسن من اي حد. فنتمنى ان شاء الله ربنا يهديه، ويعني احنا بنقول ايه، يبقى العداله لينا وليهم. صحيح، مش عايز اكتر منها. طيب كابتن سامي، خلو القايمه من شريف اكرامي للطرد، طب ناصر ماهر ومؤمن زكريا، اسباب فنيه ولا في لا قدر الله اصابات او حاجه؟ لا والله يا كابتن، هو وجهه نظر الراجل يعني. ماشي، باستثناء برضه شريف زي حضرتك عارف اللي هو موقوف. ما انا قلت باستثناء شريف اكرام، لكن انا حابب برضه يعني اقول يعني
مش عايز احقق فيه في كرامي. واحد من الناس يعني الشخصيات المميزه جدا الواحد قابلها في النادي، بيلعب ما بيلعبش بيأدي دوره على اكمل وجه، بيتكلم على اللعيبه، بيحبس اللعيبه، بيتفرج كويس، ما وده بيبقاش دور مهم فاهم. جدا وخصوصا للعيبه طبعا الكبيره. طبعا طبعا طبعا. طبعا، لا هو طبعا وعاشور ووليد ونجيب وسعد وكل الناس ديت يعني، فهو ده اللي مدينا ثقه ومدينا اطمئنان شويه ان دي روح البطوله ان شاء الله ان شاء الله. طبعا احمد فتحي بالتاكيد كابتن سامي، سيبك تنام بقى، انت عندك سفر بدري ان شاء الرحمن. كل التوفيق ليكم باذن الله، ترجعوا لنا ببطاقه التاهل ان شاء الرحمن يا كابتن سامي. كل التوفيق يا كابتن سامي ليك. طيب خدنا